بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، سؤال: هل من الممكن إذا جاء المطر على قرية من القرى أن يخص أرضا دون أخرى؟ يعني نتصور هذا السؤال: أتى المطر بقدرة الله عز وجل على قرية من القرى، هل من الممكن أن ينزل في أرض ويترك الأرض الأخرى؟ ربما تتعجب من السؤال وتقول: المطر يعم كل الأراضي. وأنا أقول لك: قد يتحقق ذلك وقد يحصل، ومصداقه ما جاء في السنة في صحيح مسلم أن رجلا كان يسير في فلاه، بينما رجل يسير في فلاه في صحراء، إذ سمع صوتا في سحاب. الرجل يمشي في الصحراء، سمع صوت في السحاب، مفاد هذا الصوت: اسقي حديقة فلان. أي أن السحاب يؤمر أن يذهب، السحاب يؤمر أن يذهب إلى أرض بعينها، أن يخص هذه الأرض بالماء دون الأراضي الأخرى. الرجل تتبع السحاب لينظر أين سيذهب السحاب وأين سينزل الماء، فوجد رجلا في أرض يحول الماء بمسحاته. وأنا أذكر لكم الحديث بالمعنى كقصة أحكيها. رأى هذا الرجل رجلا يحول الماء بمسحاته. المسحاة آلة من أو أداة من الأدوات التي يستعملها أهل الزرع، الفلاحين يعني. ووجد الماء ينزل على أرض هذا الرجل دون سائر الأراضي، فسأله: ما اسمك؟ قال: لما تسألني عن اسمي؟ وده شيء مش مستغرب، أنت قاعد في أرضك بتشتغل أو في محلك، لقيت واحد داخل عليك بيقول لك: اسمك إيه؟ تقول له: ليه؟ قال: لما تسألني عن اسمي؟ قال: لا، غير أني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه. أنا سمعت صوت في السحاب اللي المية دي بتاعته يقول: اسق حديقة فلان. ففهم الرجل، فقال: أما إذا قلت ذلك، يعني أخبره عن اسمه، ثم قال له: فماذا تصنع فيها؟ ما السبب الذي به سقاك الله عز وجل المطر وحرم غيرك؟ ما السبب الذي يوسع الله لك في تجارتك وفي رزقك ويضيق على غيرك؟ ما السبب الذي تحل البركة به في مالك وفي أهلك وفي صحتك وفي بدنك، وغيرك ربما يحرم؟ وكلنا يحتاج لذلك، ما منا من أحد إلا وله عمل أو وظيفة أو تجارة أو محل أو أولاد أو زوجة، ولا قيامة لشيء من ذلك إلا بالله، إلا بتوفيقه، إلا بالبركة منه سبحانه وتعالى. كلنا يحتاج لذلك. تعالوا لنعرف السبب إخواني، لننقلب إن شاء الله مطبقين منفذين. قال: أما إني أنظر إلى ما يخرج منها فأقسمه ثلاثة أقسام. يعني الأرض التي يزرعها ينظر للناتج، يقسمه ثلاثة أقسام: ثلث أرده فيها، تنمية الأرض مرة أخرى ورأس المال والتجارة وغير ذلك، وثلث أنفقه على أهلي، هو يطعم وأهله يطعمون، وثلث أتصدق به. إذن هو يقسم ماله ثلاثة أقسام. القسم الأول ينفقه على الأرض، على الزرع، يشتري ما يحتاج لهذه الأرض حتى يستمر الإنتاج، وهذا فيه تنمية وتثمين لقيمة العمل الذي صار عند بعض الناس في هذه الأيام أمرا ثانويا، وبعضهم ربما ينتقي أعمالا معينة إن لم تتوفر فهو يظل عاطلا، في حين أن الإسلام يرفع قيمة العمل. وبعض الإخوة للأسف عندما يطالع هذا الحديث ينظر كما يقال بنصف عين، عنده نوع من الحول أو العور، ياخد من الحديث بس التلت بتاع الصدقة، يقول لك: بص فضل الصدقة، بص كده. طب ما تبص للتلتين التانيين، التلت الأولاني ينفقه على هذه الأرض. إذن الأمر فيه تشجيع
لقيمة العمل، للتجارة الحلال التي صاحبها يتاجر في حلال يربح، يرد المال إلى تجارته ينميها. الإسلام لا يحارب ذلك، الإسلام لا يريد من أهله أن يكونوا فقراء، بل لا مانع أن يصيروا أغنياء، ولكن بشرط أن لا يكون المال في قلوبهم، لأن المال نعم العبد وبئس السيد. بشرط أن لا يتحكم فيهم المال، بشرط أن لا يقوم هو أن لا يكون المال هو الذي يقيمه ويقعده ويفكر فيه صباح مساء، بل قلبه معلق بالآخرة. يكتسب المال من الحلال، ينفق المال في حلال، يخرج ما عليه من الحقوق، هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. دولة الإسلام تحتاج لنماذج مثل هؤلاء. أما أن يطالع البعض أحاديث الزهد مثلا وينزلها ويسقطها خطأ على الواقع، هذا أمر لا يعرفه الإسلام. نعم التقلل من الدنيا مطلوب لا مانع، والإكثار من الصدقات مطلوب لا مانع، لكن في نفس الوقت كان في الصحابة أغنياء، مثل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، تصدق صدقات عظيمة جدا لا تنسى، وغير وعثمان اشترى بئر روما وجهز جيشا بأكمله. لو قلنا الآن مثلا المجاهدين مثلا في سوريا يحتاجون لأسلحة، يحتاجون لأموال، من التجار المسلمين يستطيع أن يجهز جيشا للمسلمين إن كان الجميع فقراء؟ لذلك نقول انتبه لهذا القسم الأول، ثلث يرده في حديقته ينميها يثمرها، يزيد ماله، يزيد تجارته، لا مانع، شرط ألا يشغله كذلك عن الله، ألا تنسى حق الله عز وجل في المال، ألا تكنز المال فتعذب به يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم به بعذاب أليم. إيه هو؟ يوم يحمى عليها، على هذه الأموال، في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذن ما أديت زكاته فليس كنزا. يعني البعض يختلط عليه هذا المعنى، يقول لك هو في مانع لنا أكنز؟ لا مانع، بشرط أن تؤدي الزكاة، تخرج الحقوق، تكتسب من الحلال، تنفق في حلال. هذا الثلث الأول. والثلث الثاني ينفق على نفسه وأهله وولده، وهذا واجب، لأنه بحسب المرء من الإثم أن يضيع من يعول. وأيضا يحدث خلل عند البعض أحيانا في هذا المعنى، يقول الفقراء وأحوال المسلمين وكذا وكذا، ما المانع أن أخرج ما يأتيني؟ البيت ممكن أن يصبر، الزوجة تصبر. طيب أنت تضيع من أمرك الله بالإنفاق عليهن وفرض ذلك عليك لصدقات مستحبة، تترك واجبا لمستحب؟ يقول لك طب ما نعمل زي الصحابة، الصحابي اللي جاله الضيف خذ الأكل اللي عطال الضيف وساب العيال يناموا، إيه؟ طب ده كان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، وليس دوما، ليس نعم، وأنت مأمور أن تطعم أولادك، والصدقات لا مانع أن يتصدق الإنسان، وأحيانا يدرب الأولاد على ذلك ويؤثر على نفسه ويعود الأولاد على ذلك أحيانا، نعم، لكن أن يهمل شأنهم وأن يقصر في الإنفاق عليهم، وأن يجلس ربما بعض الأزواج في البيت بحجة أن يتفرغ لعبادة أو غير ذلك وأولاده يتكففون الناس، هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهو يعرف أنها مسؤولية وأن الله سيحاسبه، فهو ينفق على نفسه وينفق على أولاده حتى لا يصير عالة، حتى لا يتكفف الناس. ثم انظروا إخواني للثلث الثالث، وهو ما ينفقه في سبيل الله عز وجل. ثلث المال يخرجه صدقة، ينفقه في سبيل الله عز وجل، ولعل هذا من أعظم الأسباب التي زاده الله بها، أن يأتي المطر، هذه أرض وتلك أخرى ملتصقتان، يأتي المطر ينزل هنا ولا ينزل في هذه، نعم بقدرة الله يصير ذلك لإحسان هذا الرجل، لأن الله يزيد المحسنين، سنزيد المحسنين. إذا أحسن العبد في طاعة الله عز وجل، وإذا أحسن في معاملته لعباد الله عز وجل، عامله الله عز وجل بالإحسان، كما يكون العبد لعباد الله يكون الله له. وليتنا نخرج بهذه القاعدة، كما تكون للعباد يكون الله لك. الذي يسامح الناس يسامحه الله ويعفو عنه، والذي يغفر للناس الله يغفر له، والذي يعطي من حرمه الله يعطيه، والذي يصل من قطعه الله يصله، وليس أن يعامل الناس بما يعاملونه، قطعوني أقطعهم، حرموني أحرمهم، لا، بل أنت مسلم
تدفع السيئة بالحسنة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. حينها يصير العبد غنيا بالله، لا ينتظر وصل الناس ولا عطاء الناس ولا ثناء الناس ولا مدح الناس، يكفيه أن الله وليه سبحانه وتعالى. والصدقة إخواني كما رأيتم في هذا الحديث سبب لزيادة المال، سبب للبركة فيه، ثم أيضا في الآخرة ينميها الله عز وجل لصاحبها حتى تصير اللقمة مثل الجبل، وفي رواية مثل جبل أحد اللي ربنا أكرمه بالعمرة. ما تبص على جبل أحد حوالي 6-7 كيلو، اللقمة الواحدة مثل جبل. طب أنت لو تصدقت في اليوم برغيف، هل في واحد قاعد ما يقدرش يتصدق برغيف؟ موجود يا إخواني بيننا؟ لو موجود يقول نديله إحنا، ها؟ لا يوجد، كلنا نستطيع. فلذلك نريد أن نتواصى في هذه الكلمة بالصدقة اليومية، كل يوم تصدق ولو برغيف. رغيف بكم دلوقت؟ 5 قروش، صح؟ برغيف الغلابة، ماشي؟ ربنا يبارك. عايزين كل يوم نتصدق ولو برغيف. كان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، وإن لم يجد بصلة تصدق به. تعرف ليه؟ لأنه ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنا عايزك تفوز بدعوة الملك دي كل يوم، كل يوم لما تطلع صدقة إن شاء الله تفوز بدعوة الملك، لا تحرم نفسك منها، ثم هذا يدخر لك عند الله تصير اللقمة مثل جبل أحد. ثم أبشر إذا كنت في ساحة الحشر، كل إنسان في ظل صدقته حتى يقضى يوم الناس. كل يوم صدق، كل يوم صدقة بإخلاص يجمع لك ذلك عند الله عز وجل، فتصير في ظل صدقتك. ثم انظر للكرم الإلهي حينما يمن الله عز وجل عليك وتدخل الجنة وتجد وما تفعله من خير تجدوه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بس إيه؟ هو خيرا وإيه؟ وأعظم أجر. كأبي الدحدح رضي الله عنه لما تصدق ببستان فيه 600 نخلة، طبعا أنتم عارفين يعني إيه 600 نخلة بالنسبة العربي في صحراء، يعني رأس مال، واضح؟ تصدق بهذا البستان فأبدله الله عز وجل أفضل منها في الجنة. كم من عذق رداح يعني ثقيل في الجنة لأبي الدحدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني هذه موعظة الليلة، درسها أو واجبها العملي أن نبحث عن أي صورة من صور الإحسان للناس عموما ليس للمسلمين فحسب، فنفعلها حتى نكون من أهل الزيادة، وحتى نكون من أهل البركة، وحتى نكون ممن يحبهم الله عز وجل ويعود عليهم بعائدة الخير بإذن الله تعالى. وفي الأسبوع القادم نتكلم عن درس تربوي آخر وسؤال جديد، ونترجمه إلى واقع بإذن الله تعالى حتى نتغير، فيغير الله عز وجل ما بنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.